ليس بعيدا عن ملف الأسرة، ولكن في طوكيو تمت استضافة عرض أو عرضين فلسطينيين نقلا معاناة الأسرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. مسرح جيكي في طوكيو استضاف عرضين فلسطينيين نقلتهما إلى اليابانية المترجمة المتخصصة بالمسرح الفلسطيني ماهو واتانابي. أولهما بعنوان أسرى الاحتلال يدخل بالمشاهد إلى المعتقلات ليعيش عذابات الأسرى بجوانبها الجسدية والنفسية، وهو من تأليف الكاتبة المناهضة للصهيونية عينات وايزمان وعدد من الأسرى الفلسطينيين ومنهم أحد عمداء الأسرى وليد دقة. تجربة كتير مثيرة كتير مهمة، وخصوصا أنه عم بشتغل مع ممثلين محترفين مستوى عالي. الممثلين كمان زاروا فلسطين وتعرفوا على الأسرة، تعرفوا على وضع فلسطين على أرض الواقع، قعدوا أسبوع فعملوا الريسيرش تبعهم، فعمليا هم عارفين وحاسين إيش اللي عم بيحكوه. عم بيحكوه باللغة اليابانية بس عم بيحكوه بروح فلسطينية، وهذا إشي يسعدني جدا وأمتعني جدا. أتيت لحضور هذه العروض لمحاولة فهم الأوضاع في تلك المنطقة، ولكن قسوة الواقع الذي تصفه الأعمال تجاوزت ما كنت أتخيله، وأشعر الآن بالإحباط لأننا لا نقوم بشيء ملموس لتغيير ذلك الوضع. العرض الثاني مونودراما بعنوان أنا دارين طاطور، أدتها الممثلة اليابانية ماي موريو بناء على عمل يسرد تجربة الكاتبة الفلسطينية دارين طاطور تحت الإقامة الجبرية وفي المعتقل وعلاقتها الإبداعية بشريكتها الكاتبة عينات وايزمان. المسائل المطروحة واضحة المعالم، ومنها مثلاً ما يميز العلاقة بين امرأتين مبدعتين أو ما يتعرض له الأسرى من ظلم فادح وظروف الأوضاع السياسية شديدة القسوة. تصل الرسائل الإنسانية للمتفرج حتى لو لم يكن ملماً بالتفاصيل. هناك أناس يضحون بكل ما لديهم لأجل الحصول على حقوقهم، ولكن أخبارهم لا تصلنا. انتابتني مشاعر مختلفة بعد مشاهدة هذه المسرحيات، إنها أعمال إبداعية رائعة. المخرجة ميوكي إيكوتا انطلقت من النصوص الأصلية ومن مشاهدات الفريق في فلسطين واللقاءات بأسرى سابقين وعائلات أسرى حاليين لخلق تصور إبداعي جديد يخاطب المشاهد الياباني. يستمر المسرح الفلسطيني بإيصال صوت شعب يقاوم الاحتلال ويخوض معركة ثقافية تجد صداها لدى المسرحيين اليابانيين والجمهور الياباني. نجيب الخش، تلفزيون فلسطين من طوكيو.